حريتك. هل تواجه مشكلة تساقط الشعر؟ هل تواجه مشكلة الصلع؟ هل تحب أن تظهر بلوك جديد ومميز؟ يوجد الحل في مركز مونديال لزرع الشعر والتجميل. يتميز مركز مونديال لزرع الشعر والتجميل بأنه الأول في لبنان والشرق الأوسط. يتم زرع الشعر في مركزنا تحت التخدير الموضعي وبأحدث التقنيات العالمية. في مركز مونديال نزرع الشعر شعر شعر، كما نزرع اللحية والشارب والحاجب. مركز مونديال عضو في الجمعية العالمية لزرع الشعر وعضو في الجمعية الأوروبية لزرع الشعر. مركز مونديال لزرع الشعر هو الأفضل في لبنان والشرق الأوسط. زورونا في مركز مونديال في منطقة الحازمية قرب بلدية الحازمية سانتر حبيئة الطابق الرابع. مركز مونديال، الثقة، المصداقية والعناية. مع مركز مونديال الشعر عالي العال. عودة لكم مشاهدينا، وبهذه الفقرة اسمحوا لي رحب بضيفتي السيدة لارا تمساح شاكر، منسقة جمع التبرعات بمركز سرطان الأطفال Children Cancer Center. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك لارا. Thank you. يعني مركز سرطان الأطفال دايما معودنا على هيدي الروح الحلوة يمكن، وهيدي هيك الابتسامة الرائعة دايما اللي بتنقلوها للأطفال. واليوم بدنا نحكي عن SMS campaign اللي هي إرسال رسالة نصية على 11.05 للتبرع لأطفال لمرضى السرطان، مرض السرطان. ولكن مشاهدينا، يعني قبل ما نحكي تفاصيل معي كلارا، خلينا نشوف هالإعلان سوا. من هلأ ل 30 ديسمبر بعتوا SMS على 11.05 لتتبرعوا بدولار واحد لمركز سرطان الأطفال بلبنان. بعتوا أكثر من SMS. دار 05 يعني مزبوط. على شو بتحب نعلق على الاعلان؟ اول شيء انا حابه انه اعرفك واعرف كل المشاهدين على طه اللي هو بطل هيدي الدعايه. طه بيشنت عنا. نعم.
وحلمه لطاها انه يصير ممثل، فبدنا كلياتنا نحقق له حلمه لطاها. هو اكيد اول شيء حلمه انه يخلص العلاج ويشفى، ولما يكبر يصير ممثل. فبلش طه بهالدعايه اللي كثير حلوه وكثير لبقت له. الفكره من هالحمله انه كل شخص هلا قاعد بالبيت قادر يمسك الموبايل تبعه ويبعت اس ام اس على 11051105. نعم، يعني يمكن هيدا الشغل لارا بتاخد ثواني، وخلينا نحن اثنيناتنا هلا على الهواء لحتى نفرجي المشاهدين قديش هينه انه نقدر نبعت الاس ام اس على 11005، وهي عمليه بسيطه جدا. فبس بنكتب على رساله نصيه فارغه، او فينا نكتب مسج صغيره للاطفال على 11005. اي شيء بنحب نقوله للاطفال فينا نبعث لهم اياه بالاس ام اس. بنكون عم نتبرع ب 1 دولار. خلينا نبعث قد ما فينا اس ام اس كل يوم من هلا لاخر الشهر لديسمبر 30. نبعث اس ام اس هلا انا وياك عم نبعث 11005. مزبوط. يعني عن جد عملية بسيطة وهينة جدا. صحيح. ما بتاخد إلا ثواني، فهيدا قديش حترسم الفرح يمكن على وجوه كتار من الأطفال، وخاصة طه يمكن لأنه عنده هدف وحلم. مزبوط. على يعني بالنتيجة هو يمكن الناس بتفكر أنه هيدا دولار واحد وأنه دولار ما حيعمل شيء. أنا بحب أقول أنه بالعكس الدولار بيعمل فرق. وبالنتيجة دولار على دولار بيجمعوا وبيعملوا مبلغ بنقدر من خلاله نعالج الأطفال اللي عنا بالمركز. نعم، يعني لارا هيدا الشيء أشرت لموضوع كتير مهم أنه دولار على دولار بيفرق. يمكن من العديد من الأشخاص بيقولوا أنه هلأ كلهم عم يبعثوا، أو هلأ نحن مش الحال أنه دولار يلا، أنه هاي الحكي دايما بيصير. فقديش كل ما نشوف هيدي الدعاية المفروض لا دغري نقوم نبعث، لأنه عن جد دولار عن دولار بيفرق. طبعا أكيد. نحن عنا عدة برامج بالمركز لحتى نقدر نوصل لكل شرائح المجتمع. صح. يمكن في أشخاص قدرتهم هي الدولار، فبيوان دولار فيك تكون عم بتساعد الأطفال المصابين بمرض السرطان. في الواحد يبعث 1 دولار او اكثر من خلال الاس ام اس، هيك بيكون عم بيساعد ببيته او بشغله من خلال الموبايل تبعه. هالدولار فعلا بيعمل فرق، لانه بالنتيجه اذا كل حدا منا بعت اس ام اس او اكثر، بالنتيجه كل هالدولارز عم يجمعوا على بعضهم وبيعملوا مبلغ نقدر من خلاله نامن العلاج المجاني للاطفال الموجودين عندنا بالمركز. طبعا وهذا هو الهدف الاساسي. صحيح. رح نحكي عن نشاطات مركز سرطان الاطفال، ولكن معنا بعض الصور خلينا نشوف الاطفال. أكيد. وهيك ننقل الفرحه يمكن دائما والنشاطات اللي بتقوموا فيها بمركز سرطان. أكيد. الأطفال. هون عم نشوف الصور. مزبوط. هون عنا بالاوت بيشنت فاسيليتي، هيدا البيشنت اسمه جبران، كمان كتير بطل من أبطال المركز. حلو. هيدا طه. يعني طه إن شاء الله يا رب هيك كمان لطه وغير طه كلهم بيشفوا من هيدا. نعم، من هيدا المرض. اكيد هيدا نحن بنتمنى لكل الاطفال اكيد انه الشفاء. نعم. ولنقدر نقوم بمهمتنا نحن بحاجه لكل المجتمع انه يساعدنا لنامن لهم العلاج المجاني للاطفال اللي عندنا بالمركز. صحيح. هيدا سامي. نحن عم نشوف قديش مهضومين الاولاد. اكيد. النشاطات الحلوة اللي عم بتقوموا فيها، يعني نحن عم نشوف كان في بعض من عم يلعبوا يمكن بألعاب صغيرة. صح. في كلكم حواليهم. مزبوط. نعم. بالنتيجة يمكن يعني الأشخاص اللي ما بيعرفوا نحن عنا بالمركز دايما في الأمل موجود بالمركز. صح. هل منحول المرض إلى أمل وإلى حلم بالشفاء واللي هو عم يتحقق، لأنه عنا نسبة الشفاء هي 80%. فلازم الكل يعرف أنه هالأطفال الموجودين بالمركز عنا عندهم نسبة 80% وأوقات بتوصل ل 90% بأمراض اللوكيميا. كرمال هيك كل هالأطفال إلى حق أنه تتلقى العلاج. طبعا. إلى حق
انه تشفى وتكمل حياتها بشكل طبيعي. كرمال هيك نحن بحاجة لكل المجتمع انه يساعدنا، لانه بالمركز بنأمن نحن العلاج المجاني، فبنتكل على الايادي البيضاء بالمجتمع انها هي تساعدنا من خلال البرامج اللي عنا اياها، مثل الاس ام اس كامبين او عده برامج حنحكي عنها شوي هيك بشكل مفصل. وهيدا اهميتها قد كبيره، وحضرتك عم تحكي عن الايادي البيضاء، يمكن هالايادي البيضاء هي اللي كمان عم بتكون لها الدور الكبير كثير لحتى ترسم البسمه وهيك الشفاء. يعني ما في اجمل ما انه الولد اللي كبر قبل عمره، يعني دائما انا هيدا برددها، هالمرض كبره وهيدا الشيء المؤسف والبزعل. فكرمال هيك كمان مركز جود، يعني نحن بنحكي عن بوتيك جود، وبما انه نحن هلا بفتره الاعياد وكمان قد ايه عندكم هالحصه الكبيره بالاعياد والنشاطات اللي بتقوموا فيها للاطفال، خلينا نذكر المشاهدين بمركز جود اللي هو بوتيك جود للعمل، وقد ايش هلا اهميه الشراء يمكن من بما انه بالاعياد نحن بنتبادل الكادويات وهالقصص. صحيح، بوتيك جود هو بوتيك عفوا افتتحني من كم شهر، بنبيع بالبوتيك عدة سلع موجودة. هو موجود بمبنى مستشفى الجامعة الأمريكية، مبنى 56 على التراس على الطابق الأرضي. ببوتيك جود ممكن الواحد يكون عم بينقي كادو لإله أو لشخص، وبنفس الوقت يكون عم يتبرع، فبتكون الهدية بهديتين، لأنه عم يتبرع للمركز للأطفال وعم يشتري هدية كتير حلوة. في عنا عدة آيتمز هلأ بمناسبة هالشهر، عنا كتير آيتمز حلوين. في الواحد يكون عم يشتري الكريسماس كيفتس من عنا من بوتيك جود ويتبرع بنفس الوقت، يعني هيدا شهر شهر محبة وشهر عطاء، بيقدر الواحد يكون عم ياخد هدية إلى معنى إنساني طبعا، وإلى أهمية كبيرة. يمكن ولارا يعني وقت واحد يروح بده يجيب كادو، إنه نحن هلأ بالعيد وبدنا نجيبها، فحلوة كمان لفتة حلوة منك التذكير للمشاهدين إنه نحن عم نجيب هيدي الهدية مبسوطين فيها. كمان قديش حلو إنه نحن عم نساعد هالأطفال. أكيد، وأنا بحب أطلب من كل المشاهدين إنه يفوتوا على الويب سايت تبعنا اللي هو www.cccl.org.lb. من خلال الويب سايت فيهم يشوفوا شو في سلع بجود او كل البروجرامز اللي عنا، صح، والنشاطات اللي بتقوموا فيها. اكيد، واللي بحب كمان يسال او يستفسر اكثر في يتصل على 01 او 70 35 15 15. بنكون نحن عم نساعده بالمركز باي طريقه بحب هو انه يتبرع فيها من خلال حملة معينة أو من خلال عنا كمان البرنامج للتبرعات الشهرية. ممكن يكون هو اسمه Give Hope، ممكن يكون الشخص Giving Hope طبعا عم يعطي الأمل للولاد. صحيح، وحتى للأهالي يعني كمان لهم دور كتير كبير بهذا الموضوع. أكيد، نعم. فعنا عدة برامج فيهم يكونوا عم بيزوروا الويب سايت أو يتصلوا فينا. نعم، فيهم يكونوا اكيد عم يشتروا من بوتيك جود الايتمز اللي بدهم اياها. صحيح لارا، انا بدي اشكر حضورك معنا. شكرا، يعني بدنا نذكر المشاهدين هيك على 11:05 يبعثوا الرساله ليكونوا عم يرسموا البسمه على وجوه كتار. يعطيكم الف عافيه، وبدي اشكر حضورك. ثانك يو، الله يعافيك. ثانك يو لك. ميرسي لارا. مشاهدينا نحن لهون بتنتهي حلقتنا لليوم، لاقونا دائما بنفس الموعد، الى اللقاء. الرئيس أمين الجميل ضيف مختصر مفيد مع سعيد